أربع ملقة البحار. حياكم الله متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، سواء في الإمارات، الخليج، الوطن العربي أو في أي مكان في العالم، في حلقة جديدة استثنائية مختلفة بكل تفاصيلها. وكذلك أكيد برنامج عيش الفجيرة لا يخلو أبداً من التحديات والمغامرات اللي مثل ما أنتوا دائماً عارفين ضيوفنا نوديهم لأعلى القمم وننزلهم لأعماق البحار بفقراتنا المتنوعة والمختلفة الرياضية، التراثية، الثقافية، الاجتماعية والأدبية والعلمية. طبعا ضيفنا لليوم ضيف جدا مميز واستثنائي، هو المايسترو. طبعا اليوم في هذه الحلقة راح ناخذه بجولة فريدة وراح نعرفه على إمارة الفجيرة أكثر، فتعالوا معاي وخلونا نعيش الفجيرة. ضيفنا لليوم يا الربع يسمونه العراب المايسترو، واكيد المايسترو ما شاء الله عليه مثقف جدا، هو اعلامي صار له تقريبا 30 سنه ما شاء الله عليه، قوي في الوسط الفني، جريء ودائما يقابل النجوم الكبار. فاليوم في عيش الفجيره راح نعرفه اكثر عن اجواء اماره الفجيره، وبحكم انه هو عاشق للمغامرات والتحديات راح نتحداه ونعرفه اكثر على هذه الاماره الجميله. فتعالوا معاي وخلونا نتعرف على منو يا ترى يكون هذا الضيف، فخلونا نعيش الفجيرة. رايحين يا اخوان نقابل نجم النجوم، تعالوا. النجم، الفنان، المتألق، المايسترو نشاد. وربي نورت إمارة الفجيرة فيك يا مبدع. والله منورة فيكم يا علي، منورة بأول شيء عيش الفجيرة. يا سلام، اسمع. وين كاميرتي؟ علي استوى نجم الحين. لا احنا ما نتعداك، اذا حضر الماء بطل التيمم. اليوم هذا الموسم الثاني من عيش الفجيره. اول شيء انا سعيد جدا بوجودي في الفجيره، دائما من وقت ما وطأت قدمي ارض الامارات جيت زرت اماره الفجيره. يا سلام، بحب جبالها، بحب الغضاب فيها، بحب الأودية، بحب الشواطئ الرملية والثروي السمكية. بدك تاخذني على مطارح كتير. أنا سلم لي نفسك. أنت قلت لي تحب الفجيرة وقلت لي كل اللي تحبه. الحين بتدخل معاي سيارة عيش الفجيرة. ما سألتني أول مرة لوين رحت على الفجيرة؟ وين رحت؟ دبا. أوبا، راح دبا الفجيرة. اليوم ما بوديك دبا، بوديك أماكن مختلفة. نبدأ رحلتنا؟ نبدأ رحلتنا. يلا بسم الله. شكرا. طبعا اليوم يا المايسترو نحن مسوي لك ومخبي لك مفاجأة. انت ما شاء الله عليك نجم النجوم ومبدع ومتألق. اليوم في عيش الفجيره يا الربع نشان هو اللي بيسوق، انا بقعد عدالك وانت بتسوق. عيش الفجيره، ايوه اليوم بنعيش الفجيره مع نشان. تفضل في سياره عيش الفجيره. شكرا. خليك انت اللي بتسوق. ايوه اليوم انا برتاح. يا حي الله نشان. حي الله علي. نورت إمارة الفجيرة بهذا المبدع والمتألق اللي اليوم بيسوق وبيخلينا مروقين ومرتاحين. أنا الضيف اليوم، أنا الضيف. أنا ضيف الفجيرة صراحة. مستانس كثير لأن هيدي بعتقد ثالث مرة أزور الفجيرة. ما شاء الله. بس مش بهالطريقة اليوم، يعني أول مرة بسوق الفجيرة. وبتاخذ الفجيرة بمختلف تفاصيلها، راح تشوفها فريج فريج وانت قاعد تسوق ومستانس في إمارة الفجيرة، وبتعيش في العادات والتقاليد، التراث، الثقافة، الرياضة، المصانع. انا ما شاء الله سامع ان انت ما شاء الله عليك مثقف والكل يشهد بهذا الشيء. سير سيدة. شوف انا بحب الفجيرة يعني، وانا بدرس تواريخ المدن يلي بزورها. جميل. الإمارة يعني اذا مساحتها 1450 كيلومتر مربع، بس الاهم شيء انه اللي اسس الفجيره هن القبائل الشرقيين. ما شاء الله، شوفوا كيف دارس قبيله الشرقي، هم اللي ماسكين الحكم. صح. في اماره الفجيره كانت معروفه الفجيره من زمان
عمالقة البحر. نعم، وما زالت بهذا الاسم. ما زالت. واليوم أنت تدرس الإعلام لأفراد المجتمع ولكل إعلامي حاب إنه يدخل هذا المجال. أحاول 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 وأتعلم. تدري إن لغاية الآن. يسار. يسار. تدري إنه لغاية الآن أدرس، يعني أنا. ما شاء الله. أنزل من شمال يمين. حيسيلة. بس أنزل على لبنان إن شاء الله. عندي امتحان في اللغة الإيطالية. ما شاء الله. بعد عندي تيامو إيطاليانو. سي 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 مي بياتشي. فور فاغور سينيور، حولنا إسباني. إنك تمتحن علي من بعد خبرة جيدة في الإعلام، إنه يكون عندك دائما مين يعلمك، إنه أستاذي صوبك، إنه يقول لك صح غلط، إنه يقول لك أحسنت. هيدي بتعطي حافز للإنسان إنه يطور مهاراته ويطور من ذاته دائما. وأنا مصر منذ بداية حياتي المهنية إنه لازم ضلني في تطوير وتطور مستمر. لماذا اللغة الإيطالية؟ لأن من بعدها إن شاء الله الصينية. لأن في أرمن، في أتكلم أرمني، عربي، إنجليزي، فرنسي، تركي، الحين إيطالي، ومن ثم اللغة الصينية، لأنه قريبا هي اللغة الثانية في العالم. أنا أنصحك باليابانية بعد، أريغاتو غوزايمس. الإنميات، أنا عاشق للإنمي يا ربع. إن شاء الله من بعدها الياباني. يعني قدر ما ربك عطيك نعم، قدر ما تطور ذهنك بالحياة، ليش لا؟ لو ما القراءة مهمة لما أنزل في القرآن الكريم، فعل اقرأ. إذا إيش أنا الحين أول ما تصحى من النوم شو تسوي؟ أنا لازم أعرفك. بنزل على الجيم. على طول؟ ولا قهوة ولا كوفي؟ لا ولا شيء، ولا بري ورك أوت، ما بياكل. جيم. دغري ولا بياكل، تصور؟ الكوتش على طول بيقول لي لازم تاكل خيش، خصك أنت فيه، ما فيه آكل. بدي أعمل جيم، بعد ما أسوي جيم إجي تحضر، ساعتها برد على الإيميل تبعولي، لأنه بيكون عندي ال 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 إندورفين والدوبامين، الهرمونات السعادة بتكون مرتفعة. لأنك ولا عمري رديت على حد قبل ما أسوي رياضة، ولا عمري. بالعكس، أصلاً اليوم لما أنت تمارس رياضة أو تخليها أسلوب حياة، جسمك أول شيء يكون أفضل، نفسيتك تكون أحسن، وفي نفس الوقت تشع بالطاقة. علي أنا كنت أوفرويت، كنت سمين وايد، كنت 117 كيلو. ما شاء الله، والحين ما شاء الله يعني. بس أصريت إنه التلفزيون، أنا بعلم بالجامعة مادة العلوم السمعية البصرية. جميل. اسمه أوديو فيجوال. أنا أقول دائما لطلابي، بقول ما عاد اسمه علوم سمعية بصرية، اسمه علوم بصرية سمعية. العين ترى تقشع، ومن ثم الأذن تسمع. فأنت عليك إنك تعتني بشكلك. سيدا. يسار. يسار. فعليك إنك أهم شيء أصلاً الواحد يعني يقولك دائماً الكتاب من الغلاف. صح. إذا الغلاف كان صحيح. كتير مهم. مش دائماً يعني مش عايشين الحياة إنه نعمل أشكال بس، لا، بشكل مهم. لكن محتوى. لازم ما تكون سنفاضي. شكلك لازم يكون شكل، بس محتواك يحدد مستواك في الإعلام. وهوي. المحتوى يحدد المستوى. ودائما العمل، انت بتعرف كثير منيح، يعني بتصور برنامج بيطلع 40 دقيقه 45 دقيقه ساعه، بس قد ايه بتشتغل، قد ايه بتجتهد، البرودكشن، فريق عمل. سيدا يمين، الحين بتكون على اليمين. شوف، طول بعمرك انت الحين خبرتني نشاطك لليوم. اليوم بتكسر القاعده. انا سمعت ان في شيء اسمه تشيت دي، هو اليوم اللي تغش فيه. هذا هو يوم الغش عندك يا نيشان. ليش؟ لان اول شيء نحن نسويه في عيش الفجيره في برنامجنا نفطر نتريق ريوق اماراتي تراثي ثقافي. ناكل بلاليط. انت الحين سير سيدة وخليني ادليك على الدرب لين نوصل وتشوف الريوق. شو رايك؟ مثل ما بدك. انت اليوم المايسترو. يلا. لا، المايسترو انت. نحن اليوم بس نعطيك توجيهات في الطريق. واللي من خلالها بتاكل اكلنا التراثي. ريوق. ريوق اماراتي. يا سلام. شو ناكل؟ فاخر من الاخر. انت شو قلت لي تحب؟ احب البلاليط. والله ما ردك، والله ما رد هذا الرجال. ندق له هرم بس؟ ندق له هرم. ارباب. اثنين بلاليط واثنين كرك. احب الكرك وايد. يا انا. اثنين بلاليط اثنين كرك. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو اسمك؟ حبيب. هاي حبيب، انا اسمي نيشان والاخ اسمه علي. بق رباب هذا. اثنين كرك. أيوة. اثنين بلاليط. باكستان. ابقى كي حال هي؟ الحمد لله. كيف بچا بچي كي حال هي؟ سب ٹھیک ہے؟ چوری کے پیچھے کیا ہے؟ اوکے.
اثنين بلانيت واثنين دور. انت الباكستاني نيشان، انت ما قدري انك تتكلمها. هاي مفاجأة. انا سافرت الهند 6 أسابيع. كان عندي مذاكرة أعملها باسمها Broadcast Standards and Practices Department لرقابة الإعلانية. جميل. فكان عندي 6 أسابيع أدرس. أنا شو سويت علي؟ تعلمت لغة. دخلت الفندق ما خرجت إلا بعد أربعة أيام، ما شفت حد ولا شفت السياحة ولا شيء. درست ال4 أيام، قدمت الفحص وعملت سياحة 5 أسابيع. ما شاء الله. وصحت في فهنيك يعني انا بحب اللغات، فقلت خليني اتعلم شويه. على فكره اردو هذه تعطيك ادفانتج. قول ليش؟ ليش؟ لان اليوم مرات لما تطلب او تروح مكان عاده الاثنين لما يبون يحشون ولا يبون يقولون شيء يقولونها بلغتهم. صح صح. تي انت اللي فاهم لغتهم. أنا ما تلفوني. انا لبناني من اصول ارمنيه، معروف اتكلم اللغه الارمنيه بعد. فالناس يقولون شو جبت لنا بلا يا سلام. لحظه هيدا تشيت داي. هذا الكرك طال عمرك. شكرا شكرا شكرا. يب البلاليط الاول هذا نيشان حبيب. شكرا. عبي سعرات حراريه يا نيشان. شبش مشكور. شكرا. مشكور اخوي. خبرني اليوم يا نيشان، تعرف كم كالوري؟ 10000. حط الكرك هنا. حط الكرك هنا. حط الكرك هنا. خبرني اليوم انت مع سعراتك الحراريه. انت تعرف ان جسم الانسان يحتاج البروتين والكربوهيدرات و ما يحتاج لدهون. شيء يبا في عندنا كربوهيدرات وبروتين و اليوم دهون و... بس اليوم بس أزد. دهون معليشان. عطني رايك بالبلاليط، هو نفسه اللي تعرفه ولا لا؟ بسم الله. بس السكر معتدل. انت ريال ما تحب وايد تاكل سكر ولا تمكس؟ لا احب اكل سكر بس منتبه، يعني دائما تاخذ على القد. ما احرم نفسي بس اكل باعتدال. الاعتدال جدا مهم. يعني لماذا هذا الشيء؟ لأن لازم تكون محافظ أنت على شكل اكتراساً لعيون الناس اللي عم يشوفوك. يقول بعدك ما شاء الله محافظ على شبابك، خلنا نقول، ومحافظ على صحتك ومحافظ على جسمك ولياقتك. وهذه نادرة. هذه نادرة ترى. بعتقد أنه كل الناس اللي عندهم شغف بالإعلام، يلي بيحبوا عملهم صح، يلي أخدين الإعلام مش نزهة. خبرك شيء علي؟ قول لي. أكثر مهنة جاحدة هي مهنة الإعلام. وأصعب مهنة. جاحدة. وأكثر مهنة بخيلة مهنة الإعلام. لا تهب نفسها للجميع. صح. يعني مش كل الناس اللي درسوا إعلام في يقدرون يكون إعلام. وإذا ما حفظت ترى تسحب نفسها منك. صح. وأكبر دليل أنه بخلال 28 سنة من حياتي المهنية كان في كثر في القمة وراحوا في بداياتي. الحين راحوا لان الاعلام بده مينتنس، بدك تضلك تحافظ. هم ضربوا ترند وراحوا. وان ما حفظت مهنه الاعلام تلفظك بسهوله. بتلفظك. الوصول الى القمه سهل لكن المحافظه عليها صعب. ما اعرف القمم، اعرف النجاحات. ما اعرف اذا يسموها احنا عيش الفجيره ترى كلها قمم عشان كذي جبال الفجيره. انا اتكلم عن النجاحات. يوم تنجح لا تعيش على امجاد النجاح. دايما قول لنفسك الحين بصفر العداد. خذ لك لقمتين، اشرب كرك ويلا بنحرك لوجهتنا. بنحرك لوجهتنا. اباك تجرب الكرك. اي احب الكرك وايد. اباك تقول لي كرك الفجيره. اعطني امسك عنك لانك انت بتسوق. لازم يكون عندي انا. يلا نرفع الجامه. يلا بسم الله. يا نيشان إلى جامع الشيخ زايد الكبير في هذا الصرح العظيم الجميل. شو رأيك في المسجد؟ لازم ياخذ صورة يا الربع. مسجد من زمان كان عبالي اتحين الفرصة حتى اجي زوره، واليوم تم. زين قل لي قديته قبل ولا هذه أول مرة في حياتك؟ لا أول مرة بجي على هون.
قد زرت جامع شيخ زايد الكبير, زايد الكبير في أبو ظبي قبل, بس كنت بعرف المعلومة إنه في إمارة الفجيرة أيضا ثمة جامع من بعد من المعالم السياحية الكبيرة الموجودة في إمارة الفجيرة, معلم سياحي عمراني ديني ثقافي حضاري. أنا كتير بحب الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم, إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون, صدق الله العظيم. كتير بحب أعرف من الأخ الفاضل عدد المصلين يلي ممكن يساعد هذا المسجد. مساء الخير الأخصائي عبد الله الحسني, السلام عليكم. حياكم الله. طبعا يا يبي لك المبدع والمتألق نيشان. أخ عبد الله معروف, شكرا من نار على العلم. شكرا على وقتك واستضافتك لنا. الله يحفظكم, حياكم الله, ومرحبا بكم في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة الحبيبة والعزيزة. أول بعمرك أستاذ عبد الله, طبعا نحن في برنامج عيش الفجيرة عندنا دائما فقرة ناخذ فيها الضيف لمعلم سياحي موجود في إمارة الفجيرة, فاليوم رسينا على مسجد وجامع الشيخ زايد الكبير. يا حياكم طبعا الله. المكان جدا جميل, والريال هذا ما شاء الله عليه محب لهذه الأشياء. والله منورنا ومشرفنا يا شكرا نيشان, وفرصة سعيدة أن متواجد معنا في جامع الشيخ زايد الكبير. شكرا. وإني أنا أكون معاك في هذه الجولة الثقافية إن شاء الله. شرفت. أنا ما شاء الله يعني الكتاب واضح من عنوانه, وأنا أشوف فيه وايد ليتات وأشوف فيه ممر نعم صحيح. لو تخبرنا شوي أكثر. حاليا نحن محاطين بأروقة. الأروقة في العمارة الإسلامية اشتهرت كمدارس عموما في السابق, كان كل معلم أو كل مدرس يأخذ جزء معين من الرواق, ويتجمعون طلبة العلم. كل جزء من الرواق يكون مخصص بلغة مختلفة, كاللغة التركية, كاللغة العربية, اللغة الهندية وإلى آخره. ونلاحظ كذلك عندنا النوافذ واللي يطغى عليها التصميم الهندسي والتصميم الأرابيسك كذلك. أخصائي عبد الله, نبدأ رحلتنا داخل الجامع. كثير بهمني إنه ندخل الجامع إن شاء الله. إذا بتسمح. بإذن الله. يلا. جامع الشيخ زايد الكبير. يا جامع سيدو. الشيخ زايد الكبير, وهذه قاعة الصلاة الرئيسة واللي تتسع إلى قرابة 12,000 مصلي. طبعا قل عن السجاد شو رأيك أول شيء فيه؟ السجادة هذه فريدة. السجادة عمل عليها قرابة 50 شخص, مساحتها تصل إلى 12,000 متر مربع, مسوجة يدويا, فيها رسومات زهرية, ويطغى عليها كذلك تصميم الأرابيسك. 15 حرفي جاءوا لقاعة الصلاة الرئيسة, وتم تركيب السجادة هذه داخل القاعة الرئيسة, واستغرق العمل في التركيب فقط 30 يوم ما شاء الله. فتسعين يوم للحياكة على أربع مكائن, وبعدها 30 يوم فقط لتجميع السجادة داخل قاعة الصلاة الرئيسة. صراحة عمل جبار جدا على اللي أنتم مسوينه, وحقيقة تشكرون عليه. انزين الحين انا بعرف قصه هذه الثريا اللي فوقنا. الثريا هذه طال عمرك تعتبر الوحيده والفريده من نوعها في المنطقه. يصل ارتفاعها الى تقريبا 18 متر بقطر 13 امتار ونصف, وبوزن يصل الى تقريبا 7 اطنان ما شاء الله. فيها قرابه 300,000 حلقه تربط الثريا. ما شاء الله. أكيد أكثر من شركة نفذوا هذا المسجد يعني. نعم صحيح. أكثر من شركة عالمية بيكون, بس بما أنك قلت أرابيسك يعني الثوق العربي كمان. صحيح. الأرابيسك أو فن الأرابيسك في العمارة الإسلامية بشكل عام هو الدمج ما بين الفنون الزهرية أو الأزهار بشكل عام مع التصاميم الهندسية. طبعاً الآن نحن متجهين إلى المنبر الفريد اللي مصنوع من الخشب بارتفاع يصل إلى 18 متر ما شاء الله, بطول يصل إلى 10 أمتار وعرض مترين, ويحتوي على 27 درجة,
ممكن كذلك ان نشوف التصميم من الجانب اذا بتسمح لي يعني. يا سلام، صراحه تصميم جميل. شوف، هو من يرفع كاميرته معناته هو مستانس. مستانس، نعم. انا خدت قاعده عن هذا الانسان، نيشان اول ما يرفع كاميرته معناته هي از سو 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 هابي. والله حقيقة المسجد جدا جميل، والجامع حقيقة مميز، والنظافة اللي موجودة على أعلى مستوى. شو رأيك يا نيشان نطلع الحين إلى الساحة الخارجية للجامع ونستمتع بجماليتها، وبترفع كاميرتك وبتصور زيادة، ونتعرف كذلك على رؤية ورسالة الرؤية والرسالة. نعم، يلا بسم الله. نعم. طبعا نيشان، الحين نحن في جامع الشيخ زايد الكبير، واتوقع من الضروري جدا ان نتكلم عن رؤية ورسالة هذا الصرح. يحمل هذا الجامع اسم الوالد المؤسس لدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واللي اراد ان يقيم بيت من بيوت الله يجسد رؤية ورسالة دولة الامارات العربية المتحدة في التسامح والتعايش والسلام، وان يغدو صرح اسلامي ثقافي عالمي يعزز التواصل الحضاري مع شعوب العالم أجمع. فكرة البناء وبداية التصميم كانت في سنة 2005، وبمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات حاكم إمارة الفجيرة، بدأت أعمال التصميم الهندسي لهذا الجامع في منتصف عام 2005، فكان الافتتاح في سنة 2015. صحيح. الجامع يحمل طاقة استيعابية تصل إلى 28,000. حالياً نحن في صحن الجامع. شو رأيك بالصحن؟ شو رأيك؟ ممتع، مبهر، يدعو إلى الخشوع والتقوى. السكينة. نعم صحيح. طبعاً الصحن مساحته تصل إلى 5,100 متر مربع، ما شاء الله، وبطاقة استيعابية تصل إلى تقريبا 7,000 مصلي. 7,000 مصلي، المكان هذا دائما يتعبى في شهر رمضان. نعم. المبارك يتعبى. صحيح. نعم. كامل. إمارة الفجيرة هي إمارة سياحية، وفي العديد من أفراد المجتمع لما يجون لإمارة الفجيرة يزورون جامع الشيخ زايد الكبير. زين الحين نيشان، قول للجمهور عن رأيك في هذا الجامع. هيدا الجامع هو صرح ديني حضاري ثقافي، معلم منير من معالم إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. السواح يلي بيقصدوا إمارة الفجيرة ممكن يكون عندهم سياحة جميلة، يزوروا الفنادق، ممكن يزوروا المناطق الترفيهية، مناطق الترفيهية، المكتبات، ولكن أيضا ممكن يعرجوا إلى هذا الصرح القيم جدا ذو قيمة دينية إيمانية عمرانية، ويستمتعوا بكل هذه السكينة الموجودة في هذا المكان. في هذا المكان. الأخصائي عبد الله الحسيني، حقيقة إن إحنا نشكرك اليوم على تواجدك وعلى المعلومات الغنية والقيمة والجولة الاستثنائية اللي أعطيتني أنا ونيشان في برنامج عيش الفجيرة. مشكور، ما قصر. والله أنا سعيد بتواجدكم معنا في جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة الحبيبة، وبانتظارك مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله. عشت. الله يحيي. الله يحيي. عيش الفجيرة. وياك يا رب. نيشان، أنت استأنست الحين وخدت معلومات ورحنا للجولة السياحية. الحين يا الربع أنا راح أخليك ترتاح، لأن بعد الراحة راح يصير تحدي بيني وبينك إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. فاصل وأنا واصل وأنا أعود. هذا الموسم الثاني من عيش الفجيرة، بدك تاخذني على مطارح كثير. سلم لي نفسك. شوف، أنا بحب الفجيرة يعني، وأنا بدرس تواريخ المدن يلي بزورها. يا نيشان إلى جامع الشيخ زايد الكبير. من الحين أنا بعرف قصة هذه الثريا اللي فوقنا. شوف، هو من يرفع كاميرته معناته هو مستانس. مستانس، نعم. نيشان، بقول لك كلمة بس ما بك تزعل مني. ما بزعل منك. أنت مهارتك
في الإلقاء والتقديم والتلفزيون وأمام الكاميرات لا يعلى والقيادة عليها. بعد القيادة أنت لازم تعتزل، أنت مرة لازم ما تسوق. بالله عليك شوي بريك، بالله عليك شو بدك؟ هلكتني هلكتني. أنت بتخاف؟ بتخاف؟ أيوة، لأن صراحة سواقتك شو بتخاف؟ بتخاف والله سواقتك لك عليها بكل أمانة. أنت مرة ثانية تقعد هني وتخليني أنا أسوق. أنت تسوق؟ طيب لا، أنت ما يستر اليوم، اليوم أنت يخليك. اسمعني، أنا سمعت أن أنت ما شاء الله عندك روح للمغامرات والتحديات. عندي، مش قدك بس عندي. يعني مش إشاعة، حقيقة الكلام هذا. بتعرف استمتعت كثير، يعني نهار حلو كثير بالفجيرة، وعبالي أعيش الفجيرة يعني على طريقة البرنامج، على طريقتك علي. سؤال، لأنه لذيذين أنتوا جماعة، لذيذين. الله يسعدك يا رب. شوف طول بعمرك، نحن تحدينا لليوم سكاي دايفينج. لا مش سكاي دايفينج. طبعا أنا كل ضيف لازم أتحدى تحديات كثيرة، واليوم نحن حلقتنا ركزنا أكثر عن المعلومات الثقافية، وبعدني أنا مخبي لك مفاجآت في هذه الحلقة. لكن تحدينا لليوم بالتحديد، أنا بتحداك تسوي شيء، إذا أنت سويته تراك بتفوز في التحدي. ما رحنا دبا؟ لا دبا مش اليوم، دبا بطلعها معاك يوم ثاني. أوكي خلاص. بس شوف، عندنا مكان في إمارة الفجيرة يجمع جميع المغامرين من كل أنحاء الدولة، وأيضا من الوطن العربي يجون لهذا المكان عسبة يعيشون أجواء المغامرات والتحديات. أوكي. واللي هي الفجيرة للمغامرات. قد سمعت عنها؟ لا ما سمعت عنها. حلو، دامك ما سمعت عنها يعني شان الحين نتوجه الى الفجيرة للمغامرات. ايوه، دوار هذا سيده، عقبها اول لفه يسار، نستمتع في الدرب لين نوصل. شو رايك؟ ويجون الناس يعني بيقصدون. بتشوفه بعينك. يلا شو رايك؟ نستمتع بالدرب. بسم الله. هذه هي نشان الفجيرة للمغامرات، المكان الذي يستقطب جميع المغامرين من كل أنحاء الوطن العربي. حلو. يقولك في هذا المكان طاقة. في أكبر المغامير الموجودة في الشرق الأوسط، الخاصة في الدراجات الجبلية. وأنا عرفت يا الربع أنه يتحداني في الدراجات، صح؟ بتحداك بالدراجات هوائية ولا نارية؟ والله اللي بتحب يا أخي. طبعاً أنت قلت لي تحب المرتفعات. أيه، فالحين نحن يا الربع بودي هذا الريال في الشيء اللي يحبه. قلت لي سويت سكاي دايف، صح؟ ايه، اي لاف سكاي دايفينج، اي لاف بانجي جامبينج. بيبين الحين، بيبين محبتك لما بتكون فوق، بتصارخ ولا بتكون امور طيبه؟ تقفز معي؟ اكيد بقفز معك. انزل. يا اخي زحمه، كل الناس جايين هني، الكل يبي يعيش الفجيره. مو قلتها بالاماراتي على الاماراتي. يلا ندخل؟ ندخل. نشان يغني اكشن. حب سلامات حبيبي، مو على بعضك سلامات سلامات حبيبي. اشوف الحزن في عيونك سلامات، في لقياك قلبي يشفي غليله، وانا وياك مثل قيس وليله، روايات يا ما الف عننا روايات، تكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. صوتك يا نيشا مثل صوتي، لازم تعتزل. مشاعرك نفس مشاعري، لكن صوتنا مش حلو. احب صوتي. كنت تعال لي استانس بصوتي. اوكي تمام كابتن، تخبرنا الحين بس احتياطات الامن والسلامه عشان نكون عارفين لما نمارس هذه اللعبه شو نسوي. اوكي، الفكره هي انك اول ما تطلع من فوق، اسمع، من اعلى طابق، اول شيء لازم انك تمرق من شعور الخوف منك. لازم أوكي. لازم تحس انك، هو الفكره انك اول ما تقف في اللاين تحس انك عايز تنط، ما تفكر في انه المكان بعيد. لا تخاف، فكر انك سيف. لا تخاف يا نيشان. اوكي، تعال. فاستمتع بالفكره. يلا زين كمل.
طلبك الهلمت. نبغى ننقز مع بعض احنا الاثنين في نفس الوقت، نفس الدقيقة والثانية. تمين انا ابلغ 10 ثواني. على فكرة اذا ما نقصت تخسر. يلا يلا جاهز. بس هيدا ما ضبط، ما لسه حيعملوا لك، حيقفلوه كل شيء استخدم صميمه. كيف تشوف خطوة ورا؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. يس ليتس جو. يلا ليتس دو ات. هي يا نيسان، وين جايبني يا رجل؟ اول شيء شو رايك في المنظر البانورامي؟ منظر خرافي رائع. اختار المكان اللي بتنقز. انا بدي انزل من هون. بنقز من هون. اسمع ترى اللعبه صعبه، ما هي سهله. لا تسوي حوار بدنا ننزل خلاص. لا 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 اللعبه صعبه. اسمع لازم نسوي نحن نازلين حركه. ايش في هذا الشيء؟ لازم يا نيسان نسوي حركه. شنو؟ عطري رايك في هذه اللعبة قبل ما نلعبها. طبعا مثل ما انت شايف قدامك هناك، تعال 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 ابغاك تشوف الكاياك. كاياكينج. يا سلام. شوف الفجيرة للمغامرات فيه العديد من الاشياء، مثلا قدامك الكاياك اللي تقدر تمارس فيه هذه اللعبة. قدم قدم. ليش ما سوينا كاياك؟ والله انت قلت لي سويت سكاي دايف وانت تحب القفز، فانا قلت يا الربع بحكم ان الريال هذا يحب القفز فشو لازم نسوي؟ قفز. وبعد القفز تراني محضر لك مفاجأة ثانية. خلاص با خلاص با بعد القفز شو؟ يلا جاهزين ننقز مع بعض؟ معسكر ولا شو؟ يلا إلى كرسي القفز. نيشان. هي نعم. كلمات أخيرة وجهها للجمهور. إذا شفتوني بخير ألقاكم على خير، إذا لا 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 نتوكل. وصية وصية يا نيشان، أعطي وصية وصية. قولوا الله يرحمه. لا 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 شو؟ أمن وأمان وما بيصير أي شيء إن شاء الله. أنا قلت الحين بيحول ملايين، بيحول شيء. شوف الجمهور شو تقول له؟ مجنون. شو تقول له؟ علي المجنون. والله العظيم انه كان خايف، لكن من نزل صراحة ايه؟ من نزل شو صار؟ متعة. لا قبل ما تبطل، انا عندي يا الربع مع هذا الريال اسئلة. خلص ما لا اسئلة لازم اجاوب. اسئلة شنو؟ بسرعة لازم تجاوب. بسرعة لازم تجاوب بدون اي تفكير. شوف يا صديقي عشان نكمل التحدي واعطيك الفوز بعطيك خمسة اسامي، كل شخص لازم توجه ابشر رسالة. ابشر. جاهز؟ جاهز. اوكي. جورج وصوف. جورج وصوف ابو وديع، الله يحفظك ويطول بعمرك يا رب. زين نروح للاسم اللي بعده واللي هو اصالة. اصالتي حبيبة نص قلبي. طيب نروح للاسم الثالث. اليسا. ولك بتموني صاحبة رأي وموقف. انت قاعد تمدح كل حد. اصحابي يا اخي ربعي اصدقائي احبهم. نروح للرسم الرابع واللي هو نجوى كرم. شو هالحاله بلاني زمان. اميرتي مليون بوصل. لا نحن طمعنا الحين الريال قاعد يمدح. خمس اسئله صار. لا 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 انا طمعت. لا والله 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 خليتك تنقز خليتك تنقز. هذه النقزه ما كنت بتسويها بدوني. اعترف اعترف. طيب وائل كفور. وائل كفوري بدي اقول له لك ملك انت، مش بس بالرومانسيه بالصداقه. يا سلام. قبل الاخير يسرى. ليك بدي اقول لك شيء، يسرى انا في سوفت سبوت بقلبي. هذه ايقونه السينما المصريه العربيه دون منازع. فيروز. لا 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 فيروز لازم مع كثير الكثير من الانحناء. الله يمد بعمرك يا رب. انت ارزة وايقونة ورمز وقيمة وقامة. الله يطول بعمرك يا رب. علي الخاجة اخر واحد. علي الخاجة. خل من هون. الله يسعدك يا رب. مشكور. شكرا. مشكور وتحدي جدا جميل وانا اعطيه الفوز في هذا التحدي. نعيدها. صراحة انا اعطيتك الفوز. شكرا. يلا نطلع فاصل يا اخوان ونرجع. يلا نفسخ. يقول لك في هذا المكان طاقة، كل الناس جايين هني، الكل يبي يعيش الفجيرة. سلامات حبيبي مو على بعضك سلامات. علي الخاجة اخره. علي الخاجة. فيلم من هون.
خبرني عن انطباعك وانت تسوق حاليا في إمارة الفجيرة وقاعد تشوف الجبال والبحار والشواطئ والأماكن شوف الجميلة. أنا جاي من لبنان، يعني البحر والأنهر والجبال والغابات والطبيعة الحلوة، بس الحلو بالفجيرة أنه عندها خصوصية من تمتاز عن كل الإمارات الست الباقية، هو الهواء الجاف، التعرجات الجبلية، التضاريس المختلفة، التضاريس المختلفة، أضف إلى ذلك طيبة الناس، كرم الناس أهل الفجيرة من الآخر، الناس طيبة، بمصر بيقولوا الناس حلوة، الناس حلوة. إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ أنا لازم أعتذر الغنى هو عم تغني بيز ما تغني بحاول شوف أنا فيني عقولتهم الإحساس لكن بدون صوت. يا أخي أنا ضد مقولة أنه لازم يكون صوتك حلو عشان تغني، خلاص صوتي مش حلو وبدي غني. أيوة لازم نوقف. أيوة شوف طول بعمرك، نحن في دولة الإمارات دولة الأمن والأمان. صح في الإشارات تعرف كلمت أنه هوني كمان عندك شيء غريب، انه الاشارات بتعطي عندك لوحه ثواني بتنزل بالعد التنازلي. تعرف اللي لك واللي عليك. اي طبعا. لا طول بعمرك الكاميرات موجوده في كل مكان، الامن والامان موجود، المواطن المقيم السايح اي شخصي لاماره الفجيره يستمتع فيها. بصور برنامج ان شاء الله اسمه كوكب الامارات. حلو. ويقول ان كل الدول عايشه في كوكب الارض، هنا كوكب الإمارات. الله تماماً مختلفة الإمارات بكل شيء، والتركيز الأساس هو إنه خبرت البروديوسرز إنه مرة كنت في فندق في الإمارات نسيت الحقيبة تبعيتي الخاصة فيه، بحط الجواز السفر اللي معنا نسيته بالفندق تحت، غبت طلعت على الغرفة شي 6 ساعات. أوكي. كان الفندق فل، نزلت لقيت في ناس قاعدين والحقيبة مثل ما هي، وشيكت يعني وفتحت ولا شيء. دولة أمن وأمان مخيفة، يعني في المطار لما تشوف مطارات الناس العالم بتخاف تحط الباجج تبعك مطرح. صح. في الإمارات أمس حطيت شو اسمه، عملت شوبينج طول المطار، رجعت لي مطرح وأنا أثق، يعني أنا واثق إنه ما بيضيع شيء بالإمارات، كثير أمن وأمان. تعرف شو الناس أول ما توصل طيارتهم، أول ما توصل طيارة على الإمارات بتحس الناس بيعملوا أبجريد لكل شيء فيهم، إنه عرفت السيفيليزيشن والحضارة والاهتمام والقانون فبتحس الناس هني أصلا بيصيروا مطبقي قانون، والناس بيطالعونك إذا عملت أي خطأ في مطعم أو في موقف أو ما يخلونك، يطلعونك إنه هاش فيك أنت يعني قاعد تسوي، حتى يحاولون يساعدونك. صح. يعني إذا صح. إذا غلط اليوم دين نصيحة، إحنا عندنا في دولة الإمارات في ملتقى الثقافات والحضارات تلاقي عادي أفراد المجتمع ينصحونك إذا شافوا شيء غلط، ما يجبرونك بل إنما ينصحونك، وفي النهاية الأول والأخير القرار يعود لك أنت. أنت متخيل تحت سقف واحد بأرض الإمارات في 200 جنسية، بلد للتسامح، بلد للإنسانية، السلام والتسامح والأخوة ومش غريب أنه في العاصمة أبو ظبي مضيوا الكونفنشن التسامح. أيوة وطن التسامح، وطن الإنسانية التسامح. دولة الإمارات يقولك كاب 28 اللي صار في الإمارات عمره ما صار في أي دولة سابقا. لا بس لأنه يعني تصور أنه أنت تجمع المفتي مع الحبر الأعظم وتمضي اتفاقية السلام والتسامح. حتى سابقا وقت كان المسلم وغير المسلم، المسلم والمسيحي مثلا. صح. لما بدون يصلوا كنت بتحس انه لا ارض مسلمي، من الامارات سمحت كل الذي يصلي ويقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، او في المسيحية الذي يصلي ابانا الذي في السماوات، اثنيناتهم يعيشوا بتسامح وقبول الآخر وبدون ضرابة، وهذه قمة الإنسانية.
قمة الإنسان. اليوم نحن الحمد لله عندنا أكثر من دور عبادة لمختلف خلينا نقول الأديان، ودولة الإمارات تحتضن هذا الشيء، وإمارة الفجيرة تقدر هذا الشيء. فاليوم أنت حتى وأنت ماشي في الشارع تلاحظ في مطعم الهندي، المطعم السوري، بكامل الحرية وبكامل الاحترام. يعني أنت بتقدم خشوع وتقوى بالدين والعبادة، فأنت عندك دولة أمنت لك كل هالرفاهية أنك تمارس حقوقك. فهيدا الموضوع اللهم لك الحمد لافت وجاذب بكل بكل معاني الإمارات وبالإمارات السبع. نيشان طبعا كل ضيفينا نحضر له سؤال، وانت الناس تحبك ونحن نحبك ونحن محضرين لك السؤال اليوم. ايوه انت شوف الجبال، خلينا اطلع سؤال فجيرة. تسمح لي بس اطلع سؤال عشان ايوه هذه ايوه هذه الورقه. السؤال يقول كالاتي: من انا؟ من هو نيشان؟ مش نيشان اللي نشوفه في الشاشه، من هو نيشان اللي الناس ما تشوفه في الشاشه؟ انا انسان عاطفي جدا. جميل. احب اسرتي جدا. متعلق باسرتي جدا. بدعي ليل نهار عسى أن ربي يطول بعمر والدتي. أنا فقدت والدي وما كنت موجود في لبنان أنا ذاك، وما قدرت أحضر دفن الوالد. فعندي دائما هاجس، أحب أسافر سفرات قصيرة لأنه عندي هاجس أنه أفقد حد وأنا بعيد، فبعيش هذا الهاجس دائما. أنا أحب أنا أتعلم جداً، واضح. أحب الثقافات جداً، مزاجي جداً متقلب المزاج جداً، أحترم زملائي وزميلاتي في المهنة، وأهم شيء عندي خوف من بكرة علي، لأنه بالعالم العربي مهنة الإعلامي، مستقبل الإعلاميين منه كتير مبهر. مضيء مثل الغرب. فدايما عندي هاجس أنه ماذا لو طرأ ما ليس في الحسبان غدا. فدائما أحسب وعندي هذا القلق والهاجس لبكرة. مؤمن جدا برب العالمين، أحب الكتب السماوية جدا، أحب الاتصال برب العالمين في كافة الأديان السماوية ما شاء الله. أحب اللغات جدا، أحب التحديات الثقافية جدا، وعندي طموح أنه يوما ما أقدر أقدم المحتوى اللي بقدمه عبر قناة عالمية. عندي هذا الطموح وعندي هذا الإصرار أنه أقدر، مش انتقاصا باللغة العربية والإعلام العربي، ولكن أنا مكاني أبوصل للعالمية، أحقق نفسي وأن أذوق من هذا الطبق العالمي في الإعلام. أولاً بقدر أرفع هيك شرف اسم بلدي لبنان، اسم الوطن العربي، وبعدين عندي ثقة أنه في مقدوري أن أقوم ب ريال. عندك لغات عديدة وكثيرة، فأنا أؤمن أنك أنت تقدر توصل للي أنت تتمناه. بس بتقلك أنا خليط من المتناقضات. أحب النجاحات، لا أحب النجاحات الأقل. أحب الرمسة الإماراتية. يا سلام. فالحين أنا باك تستانس في الطريق إن شاء الله لين نوصل. أوكي. وهلا هلا فيني بالسواقة. يلا سيدا. صراحة ما شاء الله عليك يا نيشان، مغامر وتتحدى ومثقف، وما شاء الله كل مكان وديتك عليه إلا وعندك معلومة عن المكان اللي نحن رايحينه. أنا بدي أتمنى لك مستقبل إعلامي باهر يزهر بكثير من الأيام الحلوة المقبلة لإلك، سواء كنت على الفجيرة تي في أو أي شاشة محلية أو عربية، حتى تفجر هذه الطاقة، يكون عندك فجيرة المواهب وتصل إلى مبتغاك وإلى مرادك كما يحلو ويروق لك.
شوف حتى الحين بهذه الطلعة الاستثنائية اللي احنا اخذناها معاك، طبعا في البداية انا اشكرك على كل الكلام الايجابي اللي قلته عني وقلته عن فريق العمل وعن هذا البرنامج الرائع. شكرا. خبرني التجربة اللي انت عايشينها حتى الحين، مستمتع فيها؟ مستمتع جدا، ما كنت عارف انه هالقد راح استمتع بإمارة الفجيرة، بانه قضيت معكم يوم بكامله، ما كنت عارف انه هالقد في طاقة حلوة سواء كانت سياحية أو ثقافية أو دينية أو عمرانية أو مغامراتية رياضية، حلو كتير، دمجنا كل شيء. عبالي أقول لكل الناس يلي بيزوروا دولة الإمارات العربية المتحدة، خدوا لكم 3-4 أيام تعالوا وعيشوا الفجيرة، حلوة كتير، بناسة بالمقيمين فيها وبكل المعالم الحلوة الجميلة يلي راح تستمتعوا فيها. يا سلام على الكلام الإيجابي، حقيقة نشكرك على كل كلمة وكل حرف أنت قلته. شكرا. والجمهور الحين خبرني وطالبني إني أسألك بعض الأسئلة لأن الجمهور حاب يعرف بعض الأشياء عنك. إن شاء الله. تجاوبني بنعم أو لا. إن شاء الله، إذا بقدر بجاوب، إذا ما بقدر بقول باس. أوكي، إن شاء الله بتقدر على كل الأسئلة. إن شاء الله. هل فكرت يوم أنك تدخل مجال التمثيل؟ لأنك ما شاء الله طاقة وأحس أنه تصلح تدخل هذا الشيء. نعم فكرت أنك تمثل. أنزين الحين بدون نعم أو لا، أبا جواب طويل، شو أحب البرامج لقلبك اللي أنت قدمتها ولماذا؟ العراب على شاشة الام بي سي، مايسترو على شاشة الجديد، وأنا والعسل على شاشة الحياة. جميل جدا. أنزين الحين هذا سؤال شوي بندخل في الخصوصية، هل نيشان إنسان مادي ولا يعتمد؟ ما بتقدر تشتغل بالطاقة الإبداعية وتكون مادي، ما بتقدر، لأنه المادي والإبداع ما بيتفقوا، لأنه أنت لما تلحق شغفك تلحق شغفك بكل ثقة مطلقة. لا، أنا إنسان الوقود يلي بيحركني هو شغفي، وشغفي هو شيء روحاني وهذا من فضل ربي. زين سؤال ثاني، هل في شخصية تحب دائما تشتغل معاها؟ وهل في شخصية تحب تجتنب أنك تتعامل معها؟ ما أجتنب من أي شخص. أوكي. لأن رب العالمين بيسخر الناس لبعضهم. أتعلم من كل إنسان، أحب الإنسان ولا لم أحبه، أتعلم من الناس، لأنه الناس كتب تجارب بتغوص فيها، تستقي منهم ما شئت وترمي ما لم يعجبك. يعجب. نيشان ما شاء الله عليك أنت وصلت للقمة وتعتبر أفضل مذيع في الوطن العربي، خبرني عن مواقفك الإنسانية، لأني سمعت أن لك مواقف عديدة وكثيرة وكانت بنقول بعض أو سبب من نجاحك اللي أنت وصلت له. بداية خليني أقول بشكرك على رأيك فيني، أنا لم أصل القمة، ما في إنسان يوصل للقمة لأنه خطوة تانية فوق القمة في منحدر، فأنا أسعى الله الله أنا أسعى دائما إلى أنه أكون ناجح. أما أنه يكون رقم واحد بالعالم العربي حتماً لا، بس أكد لك أنه أنا ضمن مجموعة الأوائل في العالم العربي وهذا ما سعيت إليه. في المستوى الإنساني أنا عملت برنامج على بيتناول القضايا الإنسانية اسمه أنا هيك، فكان لقى صدى كبير، كنت على تماس مع الناس، مع وجع الناس، مع اختلافات الناس، وأعطاني تجربة ثرية كتير في الإعلام وأنا فخور فيها. على المستوى الإنساني ليك، لما ربك بيعطيك القليل من الضوء تتشاركه مع ناس آخرين، أنا اختاروني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حتى أكون ممثل لهم، وزرت في دول عديدة مخيمات اللاجئين، زرت اليونان، العراق، الأردن، لبنان، وكان عندي تفاعل مباشر على الأرض مع هؤلاء. حلو كتير أنه الضوء اللي ربك بخصك فيه تتقاسمه مع ذاك قد ما ربي يعطيك تعطيه لغيرك، وتعير صوتك للناس اللي ما عندهم صوت. آخر سؤال، شو هو حلم نيشان؟ حلمي أنه كون إنسان اتمتع بصحة كل عمري، ما كون عبء على أي شخص، أقدر كون ابن بار بر بأهلي، وأتواصل تواصل عمودي مع رب العالمين حتى دايما يديم كل النعم يلي أغدقها علي حتى أقدر أشكره وتزيد النعم. الله
الله حلم جدا كبير وجبار. شكرا. كلمة أخيرة وجهها لجمهور برنامج عيش الفجيرة اللي تابعنا الحين من كل مكان، شو تقولهم عن البرنامج وشو تقولهم عن التجربة اللي عشتها اليوم؟ ختام. نحن منعيش بحياتنا أدوار كثيرة، منعيش دور البطل، منعيش دور الضحية، منعيش دور المسامح، منعيش دور الظالم، دور المظلوم، منعيش أدوار مختلفة وأقنعة مختلفة، ولكن الأهم بالموضوع إن نعرف نعيش اللحظات الحلوة. اللحظة الحلوة تجي مرة واحدة ومن ثم تختفي. فإذا بدك تعيش، عيش صح، عيش حلو، عيش وشكور، كن ممتن لكل لحظة سعيدة. وإذا زرت دولة الإمارات العربية المتحدة، زورنا هنا في هذه الإمارة وعيش الفجيرة. مشكور مشكور يا نيشان على هذا الكلام الرائع والمميز، وأنا كذلك أقول للجمهور أنه إذا بغوا يعيشون لحظاتهم المميزة يتابعون برنامج عيش الفجيرة، لأن في كل حلقة نيب ضيف مميز ومبدع مثل نيشان. وإلى ذاك الحين نقولكم مع السلامة. شكراً. أنا أشكرك. شكراً.